السلام عليكم يا اخوان. تبغيت نسد تجبعت، ولكن جاني واحد البرودوي، اول واحد غيدير لي الفيديو في المغرب الاخوان. شاومي جابتكم الاخوان او تاي الجايدين، بغات تسيطر على السوق من الاخر بهذا الهاتف هذا اللي كلشي كيتسناه، واللي كلشي كيتسنى الجديد. ها هو جا الاخوان الجديد من شركه شاومي. شي حاجه عاوتاني ما دايرهش في البال، قبل ما نحضر الكارطونه ما كتدورش في البال هذه الحاجه هذه. شوف اخويا الجديد والثمن ناضي. شوف 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 الريدمي نوت 12 الاس الاخوان، شفنا الريدمي نوت 12 ونوت 12 برو، ولكن هذه خلاوها هي الاخر، ضرب لها الكارونتي هو الاول، 15 شهر ديال الكارونتي الاخوان. والتليفون نوت 12 الاس، ولكن شوف شوف 256 جيجا 8 جيجا في الرام، 256 جيجا 8 جيجا في الرام. غتسمع الثمن، الثمن ناضي خويا. شوف زو اجي اخويا، اجي اخويا هنا باش تشوف التليفون كي داير. اللهم بارك. شوف ها شنو فيه، شوف التليفون، شوف فيه 108 ميجا بيكسل في الكاميرا، فيه 90 هرتز اموليد ديسبلاي، الكرو كاملين الاموليد 90 هرتز كما قلنا لكم. شارجور 33 واط 5000 ملي امبير في الباتري، ها هو البروسيسور اللي فيها الاخوان، ميديا تيك هيليوس جي 96، يعني البروسيسور ما عندك فين تجيب التليفون كامل، لا بالنسبه للكاميرا، لا بالنسبه للبروسيسور، لا بالنسبه للكرو، لا بالنسبه للشارج، لا بالنسبه للباتري، كلشي فيه ناضي الاخوان. الديزاين ديال التليفون هو هذا، شوف شوف مرايا، خلينا من هذاك النوت 12 ونوت 12 برو، شوف الديزاين، شوف مرايا، شوف شوف نقزو ديريكت للمي، ديريكت من ريدمي للمي، هذا الديزاين ديال اللي كيكون في التليفون ديال المي الاخوان. كما كتشوف اخويا الكاميرا 108 ميجا بيكسل، وثلاث الكاميرات ودوبل فلاش ونوم برنت هي في الجنب، لكن كما قلت لك الاموليد. ها هي الكاميرا القداميه الاخوان، هذا الشيء كامل الثمن ديالو 2750 درهم، ماشي 128، 256 جيجا. النوت 11 نوت 12 الاس 256 جيجا 8 جيجا في الرام ب 2750 درهم.